ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بعد، أيها الأخوة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقتنا اليوم نتحدث أيضا في نفس الفصل الذي يبين لنا أحكام السهو في الصلاة، وتوقفنا عند قول الإمام الأخدري رحمه الله سبحانه وتعالى: وإذا سهى عن السجود أو زوهم أو نعس حتى قام الإمام إلى ركعة أخرى سجد إن طمأ في إدراك الإمام قبل عقد الركوع، وإلا ترك وتبع الإمام وقضى ركعة أخرى. أيضا المعلف رحمه الله سبحانه وتعالى يقول: وإن سهى عن السجود، المأموم بمعنى الإنسان اللي بيصلي وراء الإمام ده سهى عن السجود، الإمام دول سجده وسهي، فكر ده الإمام دول خلاص سجده، أو زوهم حصل له مضايقة مزاحمة، زاحمه معناته ضايقك لحد ما لقي سجد. مرات الناس بقوا كثيرين، أو الناس اليمين والشمال دي الناس شوية ما شاء الله خلاص كذا، بس جدوا المكان ده خلاص ضايقوا. أو نعس، أو كمان هو قاعد بصلي وحصل له نؤاس، لأنه يمكن في بعض زول نادم تلقى تعبان ونوم في عيونه وقاعد بصلي ومرات بنعس وهو وراء الإمام. إذن في حالات الثلاثة، إما سهي، إما زاحمه، وإما حصل له نؤاس حتى قام الإمام إلى الركعة الأخرى، الإمام خلاص شال السجدة والسجدة الثانية، وأخونا ده إما نئس وإما زوهم وإما سهي. الإمام خلاص الركعة دي كملها بسجدتيها ومشى بالركعة اللي بعدها، سجد إن طمأ في إدراك الإمام قبل عقد الركوع. كان عنده طمأ كي الإمام لو قام كله هو راية ده، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سواء سهي عن سجدتين سهي عن سجدة واحدة، كان هو مؤكد وواثق يسجد السجدة دي وبلحق الإمام قبل ما يركع الركعة التي تليها يسجد ويوصل الإمام. وإلا إذا كان قاعد بسجد وبوصل الإمام ده، الإمام الركعة بعد كلها بيركع خلاص، يترك السجدة دي أو يترك السجدتين السهي فوقهم ولا زوحم ولا نئس ده ويتابع الإمام. إذن هنا كان تابع الإمام، إذن عنده ركعة ناقصة، لأن لو ركع وما لقي سجدتين أو ركع وسجد واحدة والثانية ما سجدها لتلك الأسباب، إذا الركعة ناقصة، إذا ما نحاسبوها بكونه هي ركعة. كويس يعمل كيف؟ وإلا ترك هو تبع الإمام وقضى ركعة أخرى أيضا، وإلا يخلي
السجدة أو السجدتين اللي زوحم فيها أو نئس أو كمان سهي فيها دي، وبعدين يتابع الإمام في صلاته ويقضي ركعة واحدة، لأن خلاص ركعة واحدة ما كاملة، إذن يدخل ركعة واحدة أخرى. وحيث قضى الركعة فلا سجود عليه إلا أن يكون شاكا في الركوع أو السجود. إذا كان هناك قضى ركعة أو قضى السجدة، إذا نقول ما عنده سجود ولا قبلي ولا بعد، إلا إذا كان هو شك، هل أنا كي ركعت مع الإمام قبل ما سجد أو ما ركع، أو هل لقيت السجدتين ولا لقيت سجدة والسجدة الثانية ما لقيتها قبل الإمام قام للركعة اللي بعدها. إذا كان فوق شك نقول تقضي الركعة وتسجد بعدية السلام سجدتين. وإذا كان ما عندك شك ميقن كأنت ما لقيت الركعة أو ما لقيت السجدتين أو ما لقيت السجدة مع الإمام، تقوم بس زي إنسان فاتاه ركعة واحدة مع الإمام ويقضيها، ما عنده سجود. ومن جاءه ومن جاءته أقرب أو حية فقتلها فلا شيء عليه إلا أن يطول فعله أو يستدبر القبلة، فإنه يقطع الصلاة. واحد بيصلي وجاءته أقرب جاي له، أو حية دبيب أو أي شيء، كلب أو أي شيء معناته مؤذي وكثرة، شال مثلا عصا أو ضرب بيده أو شال كده سكلة، صلاته صحيحة. فلا شيء عليه إلا أن يطول الفعل أو يستدبر القبلة، إلا أن يطول فعله أو إلا أن يطول فعله أو يستدبر القبلة. ها قلنا الشيء الجاي دبيب أو أقرب أو أي شيء آخر، كويس عملت كده خنس منك، عملت ضربك كده ضرب كده ضرب كده، معناته فعلك بقي كثير، حركاتك بقت كثيرة، ده تبطل الصلاة، فإنه يقطع الصلاة. وإلا ضربة أو ضربتين إما كسخ لك وإما كمان قتلته، وإنت داخل الصلاة صلاتك صحيحة. إلا الفعل لو بقي كثير أو استدبرت القبلة مرة واحد كده، معناته ظهرك دور إلى غير القبلة، استدبرت القبلة معناته ظهرك أنتيت للقبلة، خلاص الصلاة بطلت. ومن شك هل هو في الوتر أو في ثانية الشفع جعل ثانية الشفع وسجد بعد السلام ثم أوتر. إنسان شك، أنا قاعد في الوتر ولا قاعد في ثانية الشفع، قال معناته قاعد في الركعة الثانية من الشفع، شكك قول الركعة دي هي الثانية من الشفع، وبعدين وسجد بعد السلام ثم أوتر. ده إذا كان أنت شكيت، وده بيحصل للمصلي، أها تصلي كده أنا هسه قاعد في الشفع ولا دي الركعة الثانية من الشفع ولا الذهاب قميت للوتر، أنا دي بس الثانية من الشفع، السلام عليكم سجدتي السهو سجدتين بعد السلام ثم قم ثاني شيل الوتر مستقل. ومن تكلم بين الشفع والوتر ساهيا فلا شيء عليه وإن كان عامدا كره ولا شيء عليه. بين الشفع والوتر مندوب الإنسان ما يتكلم، شلت الشفع السلام عليكم، تقوم طوالي تشيل الوتر، ما تتحدث ولا تونس ولا تستأخر. بعدين إذا كان أنت السلام عليكم
بين الشفع والوتر كلم، بعد قم شلت الوتر فأنا تفعل شيء عليك أيضا. أيوة. وإن كان عامدا كره ولا شيء عليه. أول ده شغلك سهو أو نسيان، لكن إذا كان فعلت عمد، عمد ده بمعنى تعرف بكونه بين الشفع والوتر زول ما يكلم وسويته، ده مكروه. لكن لا شيء عليك معناته لا عندك قبل ولا بعد. والمسبوق إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة فلا يسجد معه لا قبليا ولا بعديا، فإن سجد معه بطلت صلاته. الإنسان مسبوق ولا لقيت ركعة واحدة كل مع الإمام، والإمام عند سجود قبلي ولا سجود بعدي، أنت ما تسجد مع الإمام ولا تسجد قبلي ولا تسجد بعدي، لأن الإنسان المسجد القبلي والبعدي هو الذي أترك مع الإمام ركعة ولا أكثر من ركعة، ده هو اللي يسجد قبلي أو يسجد البعدي. أها، أنت ما لقيت قبلي ولا لقيت البعدي، معنى ما لقيت ركعة واحدة، إذا ما عندك قبلي ولا بعدي مع الإمام، ما أدركت القبلي ولا بعدي لأن ما لقيت ركعة واحدة. وإنت سجدت مع الإمام سواء قبلي أو سواء بعدي، بطل صلاتك، معنى النية التي أقدها، لأن النية اللي أقدتها مع الإمام دي بطلت. وإن أدرك ركعة كاملة أو أكثر سجد معه القبل وأخر البعد حتى يتم صلاته فيسجد بعد سلامه، فإن سجد مع الإمام آمدا بطلت صلاته، وإن ساهيا سجد بعد السلام. إنت صليت مع الإمام ولقيت لك ركعة واحدة كاملة، معناتها ركعة بسجدتي، هذا بيسموه كاملة، أو لقيت ركعتين أو ثلاثة مثلا في الرباعية، سجد معه القبل وأخر البعد حتى يتم صلاته. الإمام إذا كان عنده سجود قبل ده إنت صلاتك صحيح ما كملت، لكن القبل ده أسجد معايا بعد ده الفاتكة من قوم وأكمل صلاتك. لكن إذا كان الإمام عنده بعد إنت ما تسجد معايا، الإمام كان قال السلام عليكم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يسيل السجدتين وإنت قاعد جالس، وبعدين بعد ما يسلم تقوم أنت تقضي ركعاتك الفاتنة. ها في كلام هنا، أنا إذا ما بنسجد بعدية السلام هل نقوم نقضي قبل الإمام ما يسجد سجدتين، ولا ما نقوم ونجلس حتى الإمام يسجد سجدتين أو يسلم قبل نقوم؟ العلماء قالوا مندوب، مندوب تجلس، لكن لو الإمام دول مشوا هيسجد السجدتين وإنت قميت من هنا وواصلت صلاتك الفاتتك دي نقول صلاتك صحيحة. إذن الجلوس حتى الإمام يكمل صلاته ده مندوب وليس بواجب. وأخر البعدية حتى يتم صلاته فيسجد بعد سلامه، فإن سجد مع الإمام آمدا بطلت صلاته. إذا كان إنت سجدت مع الإمام، الإنسان مترتب عليه ليه؟ الإمام ده مترتب عليه شنو؟ قبل أو بعد. إذا كان إنت سجدت إنت المسبوق مع الإمام قبل أو بعد آمدا أو جاهلا بطل الصلاة. ما له بطلت؟ لأنه أدخل فيها ما ليس فيها. فإذا كان ساهي سجد بعد السلام، كان سهيد كمان تسجد بعدية السلام
لأنه زيادة. لكن في قول هناك يقول تقديم البعد حرام وتأخير القبل مكروه مع صحة الصلاة. أي إنسان إذا كان قاعد تصلي إن قبلي سويت بعد مكروه، وإذا كان بعد وسويت قبلي كمان حرام، لكن مع صحة الصلاة. فإذا سجد مع الإمام عامدا بطل الصلاة، وإن كان ساهيا سجد بعد السلام. إذا كان أنت سهيت يا إمام ومأمومك سجد معك عامد بطلت الصلاة. وإذا سهى المسبوق بعد سلام الإمام فهو كالمصلي وحده. لكن هناك قلنا إذا كان السجود عمد بطلت الصلاة لأن أدخل شيء زيادة. وإذا كان السجود مع الإمام ده بيجي سهو كمان هذا الفعل ما نات مكروه ويسجد بعدية للسلام. وإن كان ساهيا سجد بعد السلام، ولأن السهو أنا الإنسان يعدل الصلاة بالبعدية سجدتين. ولكن هنا المسبوق إذا كان سهى بعد الإمام، الإمام خلاصته وسلم وخلاك أنت ماشي عشان تقضي الركعات الفاتتك، فهو كالمصلي وحده زي إنسان تصلي وحدك. كان ترتب عليك قبلي تجد قبلية السلام، كان ترتب لك عليك بعدي كمان تجد، لأن أنت بنفسك وحدك قاعد تصلي. ده كان بعد أنت سيدة وكان قبل كل أنت سيدة. لكن هنا إذا ترتب على المسبوق بعدي من جهة إمامه وقبل من جهة نفسه أجزأه القبلي. الإمام دول عندهم بعدي، وقلنا البعدي ده كان عندك ركعة ركعتين تقضيها قبل تسجد بعدية السلام. أنت ماشي تقضي أنت كمان عملت شيء، وهذا الشيء يجب عليك شنو؟ تسجد قبلي. إذن إذا اجتمع قبلي وبعدي تقدم القبل وتترك له البعدي. إذن يجزيك تسجد قبلية السلام وبيجزيك خلاص للبعدي الإمام دول ترتب عليهم ده. ومن نسي الركوع وتذكره في السجود رجع قائما، ويستحب له أن يعيد شيئا من القراءة ثم يركع ويسجد بعد السلام. إنسان نسي الركوع من قرأ الفاتحة والسورة أو الفاتحة وحدها حسب الركعات طوالي بس مشى في السجود وتذكر أنا ما ركعت ما ركعت طوالي جيت السجود، أسوي كيف؟ ترجع وتقرأ شيء من القرآن مندوب، تقوم فوق تعتدل وتقول الله أكبر. آها. وإذا كان ما قرأت من قمت بس طوالي رجعت قلت الله أكبر سمع الله لمن حمده ومشيت ذهابا للسجود، كلها صلاتك صحيحة. إذا قراءة شيء من القرآن ده مندوب. إذا هنا ومن نسي الركوع وتذكره في السجود رجع قائما، ويستحب له أن يعيد شيئا من القراءة ثم يركع ويسجد بعدية السلام. بعد تكمل صلاة تسجد بعدية السلام ماله؟ لأن الحركة المشيت ثاني قبلت عدلت الركوع ده يعتبر زيادة، والزيادة الإنسان يسجد لها بعدية السلام سجدتين. ومن نسي سجدة واحدة وتذكرها بعد قيامه رجع جالسا وسجدها. إنت ركعت وسجدت سجدة واحدة بس طوالي قميت قبل ما ركعت، فكر بكونه أنا ده سجدت واحدة بس ما سجدت الثانية. من هناك
إذا كان أول جلس قبل قميت ثاني ما تجلس. لا ما جلس ما أنا من السجدة الواحدة بس طوالي قميت فوق كان جاي للتجلس، لأن المحل ده محل جلوس عشان تمشي تسيل السجدة الثانية عشان تصحي صلاتك ده. ومن نسي سجدة واحدة وتذكرها بعد قيامه رجع جالسا وسجدها إلا أن يكون قد جلس قبل القيام فلا يعيد الجلوس. وبهذا القدر نكتفي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وسنعيدكم إن شاء الله للحلقة المقبلة لنكمل هذا الدرس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والسلام عليكم وشكرا. هدف تنشيط العمل الدعوي وتعزيز السلام والتعايش السلمي والوفاق الاجتماعي القائم في البلاد، فقد قام رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد الشيخ دكتور محمد خاطر عيسى بجولة تفقدية وتوعوية إلى عدد من المناطق الشرقية والشمالية. ويرافق فضيلته في هذه الزيارة كل من الشيخ الجون إبراهيم السنوسي بخيت مدني رئيس هيئة القضاء بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والشيخ الجون إبراهيم محمد عبد الله مدير إدارة المساجد بالمجلس، والشيخ أحمد موسى هارون نائب رئيس هيئة القضاء بالمجلس. وشملت الزيارة مدينة أنقرة وبوكرو وبتكن ومونغو وبديا ومتمال. وفي مدينة أنقرة التقى رئيس الوفد رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بأعضاء المجلس الفرعي للمحافظة، وأكد لهم بأن هذه الزيارة تهدف إلى تفقد أحوال الأعضاء بالمجالس الفرعية وتنشيط العمل الدعوي وتعزيز السلام والتعايش السلمي بين المواطنين. وكانت المحطة الثانية للوفد مدينة بوكرو حاضرة محافظة الدبابة، وهنا وجد الوفد استقبال المشرف من قبل أعضاء المجلس الفرعي للمحافظة، في مقدمتهم رئيس المجلس الفرعي لمحافظة بوكرو الشيخ القاسم بشير جوكو. وهنا حث رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الأئمة والدعاة في المنطقة إلى بذل جهودهم في نشر الإسلام وتعاليمه للناس وتبصيرهم بالأخلاق الإسلامية الفاضلة التي تدعو إلى المحبة والوئام والترابط ونبذ الخلاف والفتن. عقب مدينة بوكرو وصل وفد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برئاسة الشيخ دكتور محمد خاطر عيسى طريقه إلى مدينة بتكن حاضرة محافظة أبو طيور. ونظرا للقاء الحاشد المرتب للوفد بمدينة أبو دية بولاية السلامات، فإن الوفد مر بمدينة مانغو في صبيحة اليوم الثاني دون توقف على أن تكون هذه المحطة الأخيرة أثناء عودته من ولاية السلامات. وفي طريقه خلال جولاته يتفقد رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أحوال المراكز والخلاوي القرآنية ليطمئن على سير التدريس بها من حيث تحفيظ أبناء المسلمين القرآن الكريم وعلومه والمنهج المصاحب للحفظ. على مشارف مدينة أبو دية فقد حظي الوفد باستقبال مشرف من قبل العلماء والأئمة وسكان المنطقة حتى مقر الضيافة المخصص للوفد بدار القائد العام النائب الثاني للقوات المسلحة الجنرال طوفة عبد الله عيسى الذي يقضي زيارة عائلية في المنطقة هناك. مرحبا بآل العاصي.
وبعد استراحة قصيرة عقد رئيس الوفد لقاء جمع العلماء والمسؤولين الإداريين والتقليديين في المنطقة من بينهم محافظ مدينة أبو ديع عمر هاشم ديع، لقاء سمح لرئيس الوفد بمخاطبة المجتمعين معه من أعيان المنطقة حول نشر الدعوة الإسلامية للناس وتعليمهم أحكام الدين الإسلامي الحنيف والأخوة الإسلامية ونبذ الخلاف والعنصرية والقبلية والعمل من أجل الحفاظ على السلام والتعايش السلمي وفض النزاعات بين القبائل والرعاة والمزارعين. كما تعلمون أن يعني مشاكلنا في داخل جمعنا مشاكل هذه يعني ترتدي في هذه وهذه تأتي مع هذه وهذه، من أجل ذلك لا نستطيع الحركة، ولكن الساعة الآن يعني لا بد من أن نأتي لمناسبة وفاة ركيزة قوية لنا كلنا في هذا في هذه المنطقة، وركيزة قوية جدا لرجال الدين أيضا كذلك، وهو الشيخ إدريس أبو الحبيب جعل الله قبره روضة من رياض الجنة. طبعا انتقال هذا هو سلمة في الدين، ولا بد من الكل يهتم بهذا الموضوع، من أجل ذلك عمل وطن، عمل ديني، عمل اجتماعي، لا بد من هذه الأعمال كلها نقوم بها. فمن أجل ذلك طبعا كما رأيتم يعني التقينا في أنقرة يعني برجال الأمن وكذلك رجال المجلس، طبعا عشنا سنوات متعددة، مش سنوات متعددة بس، بل مئات السنين، مئات السنين القرون، لأن شات كده عرفت الحضارة الإنسانية واجتماعها من عام 40 هجرية، من عام 40 هجرية، من ذاك الوقت اليوم أكثر من 1400 سنة، فهي تعيش في انسجام كامل متكامل بين أبناء البلد، كلهم متكاتفين متعاونين متحاببين، ما عندهم مشاكل. مشاكلهم إذا كان حصلت طبعا مهما كان كل السنون كل بخصة في اللسان علينا اليوم شهداء جدا، شهداء جدا في أبدية وسلامات أمات، عشان أول مرة الشيخ إيسا خاتم الدكتور يجي لنا هنا، مشكورين جدا، والله يهد لك بالنساء والله يودوكم بير وفقك المراقب هناك يودوكم بالعافية والسلام. تعلم كما عندك أهمية للوطن والأهمية للأسرة ما كان قميتها جيد بالوقت ده بالدرب ده وفترة ده، وجيت شفت البلد وأحد والجيت الآل الميتين وكل شفت ده، جزاك الله خير. لأول مرة في مدينة أبو ديع لقينا كوكب من العلماء اللي هم برعصوا الدين في جاد. اليوم دو حلوا ضيوف قلنا في أبدية، وأكرمكم الله، أنتم ما قصرتم، لموتوا كل ناسكم واستقبلتم استقبال الواجب يليق بهم، أنا فرحانين جدا حقيقة. إخواننا دول من هناك جايين كل اللي عمل الخير، لكن المسلمين مشتاقين ومتعطشين لقادتهم ورعصاهم، ربطوا لهم الطريق وكل بقان استقبلوهم بحرارة وأخر الوقت معهم، وأسا وصلونا هنا. أنا هنا نرحب بهم أشد الترحيب في مدينة أبدية، نقول لهم أهلا وسهلا بكم، ومجيهم خير لنا نحن جميعا، لأن كلنا إخوان أبناء البلد بكناتونا وبشو من أهلنا سجينا معلم من كل الوجوه دي في حلقة واحدة زي ده، صحيح فرادة الناس كلهم جو سلم علينا ومشوا كده، لكن ما قدرنا جلسنا جلسة زي ده، وما كانت إلا بفضل الله وبفضل وجودكم معنا. نشكر إخواننا أخينا المقدم يعني حسن دام، ونشكر المجلس الأعلى هنا أبدية، وبكل يعني الأهمية القاموا بها من أجل استقبال هذا الوفد، وهذا الطريق الصحيح، لأننا نحن كمسلمين لابد أن نحترم أبهاتنا الكبار وقادتنا في الدين، وده واجبنا الإسلام والأخلاق والأدب كلفانا به.
وبصحبة القائد العام النائب للقوات المسلحة جنرال طوفا عبد الله عيسى ومحافظ محافظة أبو دية عمر هاشم، تحرك الوفد من مدينة أبو دية قاصدا خلوة فتح الرحمن لمؤسسها الراحل الشيخ إدريس أبو الحبيب ضواحي مدينة أم التمان. وتوقف الوفد في طريقه قبل بلوغه خلوة فتح الرحمن، توقف بقرية داغور مجلحة محلية المشيخة التقليدية لأولاد راشد بأبو دية، واستقبله أثناء وصولهم الشيخ هارون فضل عبد المجيد وسكان منطقته. الإرفان جبت المفاوزة لا إله إلا الله، رقيت زر الإرفان جبت المفاوزة لا إله إلا الله، إلى الحضرة العليا وللفيض هائزة لا إله إلا الله، بحب رسول الله أحمد سيدي لا إله إلا الله، وصرت إلى المحبوب نلت الجوائز. واستقبل الوفد فور وصوله من قبل أسرة الشيخ الراحل إدريس أبو الحبيب وأعضاء المجلس الفرعي لأم التمان وجمع غفير من سكان المنطقة. وبعد استراحة قصيرة فقد أقيمت مناسبة تأمين الفقيد الشيخ إدريس محمد باشر المعروف بأبي الحبيب الذي توفي عن عمر ناهز 100 عام. وقضى الشيخ إدريس أبو الحبيب عمره خادما للقرآن الكريم والسنة النبوية والفقه والطريقة، واستهلت مناسبة تأمينه بآي من الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. الشيخ رضي الله عنه ولد سنة 1922 في داغو، ثم نشأ في حضن أبيه محمد باشر الزين منشأ طيبا في أرغد عيش. بعدما وصل من العمر 10 سنوات ابتدأ في قراءة القرآن مع والده الغوني يعقوب باشر الزين، ثم بعد ذلك ذهب مع أخيه موسى آدم ختم القرآن معه، ثم هاجر إلى مدينة كنجرو ومكس في بيت أخيه عيسى عبد الخبير وواصل في قراءة القرآن، ثم التحق بالغوني العبيد الميماي فقرأ معه، ثم التحق بالغوني محمد درمة فقرأ معه، ثم رجع إلى البلد أقام فيها فترة وجيزة واشتغل بالتجارة نحو 3 سنين، ثم ذهب إلى فورت لامي يعني جمين، التحق بالقوني برما البرناوي
حفظ القرآن معه حفظا جيدا، ثم مال إلى التعليم، قرأ الأخضري شرح هداية المتعبد السالك، وابن رشد ويحيى القرطبي وإضاءة الدجنة، وابن جمرة شرح الشرنوبي في شيخه قاسم عبد الرحيم، ثم قرأ مع خاله برمى من ذرية شيخنا يعقوب أبو كويسة كثير من فنون العلم. من شدة حنانه للجميع ليس فظا ولا قليل الغلب، وكان غيور في هتك الدين، وكان كريما شجاعا مهابا ذو أخلاق طيبة، وشهد له بذلك الجميع. نحن في هذه الساعة المباركة نحمد الله تبارك وتعالى ونرحب بفضيلة مولانا الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد ورئيس المشيخة في الطريقة التجانية، وكما أرحب بالوفد الذي رافقه على رأسهم فضيلة الشيخ الغوني السنوسي وإبراهيم، وكما أرحب بالسيد محافظ محافظة أبو دية ممثل والي ولاية السلامات الذي من الصباح كان في استقبالكم وطرق كل ما كان له من عمل إلى الرحلة معكم هذه الرحلة المباركة، وكما أشكر جميع القاضي طوفة عبد الله عيسى جميع رجال الدرك الوطني الذين وقفوا في خدمة هذا الدين ورافقوا الوالي لكي يؤدوا التعزية لفضيلة والدنا المربي الروحي الراحل فضيلة الشيخ إدريس محمد باشر الزين الذي انتقل في هذه الأيام. وهذا نحن جميع سكان متيمان ما حولها، وكذلك محافظة أبو دية وما يكون ما حولها، وكذلك أهل القرى هنا من الدليبة وهذه الخلوة، نفرح ونشكر السيد رئيس المجلس والوفد المرافق له أن كان في هذه الطريقة الصعبة مع الوعور وما كان من البلاد النائية أن ترك كل ما كان من عمل إلى أن وصل بين أيدينا وجلس بين أيدينا ودعا للفقيد وأدى كل ما كان له من واجب أنه هو المسؤول في هذا الدين في هذه الدولة العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكل راع مسؤول رعيته. احنا نرحب بالسيد رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والوفد المرافق، قاموا من انجمينا وأتوا في هذه الغرية المباركة، جو ليعزونا، يعزوا أبناء الشيخ ويعزونا نحن جميعا، كلنا نحن أبناء الشيخ، وجو دليل يعني إن دل مجيئهم أولا الارتباط عن المسلمين بصفة عامة، لأن الشيخ شيخ كبير، مكانته كبيرة جدا في الدين، وهذا رئيس المسلمين جاء ليقدم واجب للعزاء أولا بالدين وثانيا بالأخوية. نحن نقول لي أهلا وسهلا ومرحب بك مع الوفد المرافق لك، ونشكر كل الإخوة في الغرى والفرقان والحلال المجاورة كلهم أتوا بكثافة ليستقبلوا الشيخ الجاي لهم ليشيفهم ويعزي لأبناء الشيخ ويتفقد أحوال المسلمين في هذه المنطقة. بأسم حنا جوبرنار ولاية السلامات، وبأسم حقي وأسم أنا الشعب، ونشكر رئيس الشؤون العالى للإسلامية الاستشهاد، شكرنا كثير فترة بعيد ودرب ما هناي وكل شيء قدرت أجيد لنا، نشكرك كثير، جزاك اللهكم خير والله يهت لك بالميزان. ومحال ده سعي محال بتاموت وكل شيء، لكن ناس كثير لمينا دائما عبر الناس الحكام، أنينا كان ناس محال اللمو ده دائما نحجو شوية كده توية بتا السلام، عشان بلدنا محلات كثير مشاكل قاعدين، ولا الحمد لله ولا عندنا المحافظ هنا أبدية حتى سلامات عن جنرال مشاكل، ما عندنا مشاكل ولا للقبائلية ولا للمشاكل ولا هنا عندنا. وعنينا انتوا الشوك الدينية وتقليدين
ناس الجودو ده خلينه قربه مثل ده بلدنا وأن تلتوية والقربول للشباب وكل شيء خلينه نمشي بزيدة. رئيس الجمهورية رئيس المجلس العسكري هو مساج حقه ده دائما سلام. أنتوا كلكم تعرفوا وقت ده وقت أنا سلام عشان ده كلنا نمسك زيدا وبلد حقنا مع هذا السلام قاعد ده نمشي زيدا. حقيقة هذا الحضور وهذا الاجتماع الكم قد يكون سبق له اجتماعات مش اجتماع واحد كثير، لكن ما بهذه الكيفية. هذا الاجتماع له طعمة وله نكهة خاصة، وإن كان هذا الاجتماع اجتماع حزن وللناس مناسبات لفقد الداعي داعية كبيرة كما سمينا من همنا الشيخ على هذا التاريخ المليء داعي ومصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة منهاج من كان على منهاج كان معي في الجنة. قبل أن ندخل في الأسئلة أود أن آتي بحديث واحد أعلق في ذاك الحديث على كلمة مرت بسماحة رئيس المجلس قالها لنا في عبدية، وهي تتعلق بالأمن. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نحفظ الأمن. كل مسلم يحفظ الأمن في الوطن، وأنتم الذاكرون حفاظ الأمن في الوطن. يقول عليه الصلاة والسلام أنزل علي أمانين، الأمان الأول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، الأمان الثاني وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذا الحديث الشريف كل مسلم تمسك به، إنه رجل يحفظ أمن المنطقة وأمن البلد وأمن الوطن. لذلك أنا أقول للسادة وأقول للمشايخ وأقول للوالد الكريم رأي المسلمين بجمهورية تشاد، وأقول للأخ القائد قائد الدرك والأمن للجيش الوطني، أنتم لكم ثروة تحمل الأمن في قلبها ومتعلقة بربها. التشاديين كلهم ما قصروا، يسألون الله سبحانه وتعالى كثيرا، لكن لا بد من شدة المأزر ولا بد من الاستزادة، لا بد من الاستزادة، قراءة القرآن، قراءة الأدعية المأزورة، والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. الرحمة لا بد من أن تكون شائعة بين الكل، النفع والمال والصدقات لا بد أن تكون شائعة بين الكل، وهذا هو الشيء الذي نرجوه وهو يرفع البلاء. الصدقة ترفع غضب الرب. لا إله إلا الله يا رسول الله، لا إله إلا الله يا رسول الله، لا إله إلا الله يا رسول الله، لا رسول الله، لا إله إلا الله يا رسول الله، لا إله إلا الله يا رسول الله. هنيئا لإبراهيم لها هلاله الله، لا إله إلا الله يا رسول الله. هنيئا لإبراهيم لها هلاله الله، لا إله إلا الله رسول
الله هلال بدا للناظرين جماله الله لا إله إلا الله يا رسول الله هلال ربيع فيه جاء محمد الله لا إله إلا الله يا رسول الله فتم لنا البشرى وأما نواله الله لا إله إلا الله رسول الله فتم لنا البشرى وأما نواله الله لا إله إلا الله يا رسول الله لأفضل أرض هل أفضل مرسل الله لا إله إلا الله يا رسول الله بأفضل يوم فاستبانا كماله الله لا إله إلا الله يا رسول الله قد اختر من كل العوالم أصله الله لا إله إلا الله يا رسول الله كما اختر واخترت لذاك فعاله الله لا إله إلا الله يا رسول الله لا إله إلا الله يا رسول الله لا الله لا إله إلا الله يا رسول الله لا إله إلا الله يا رسول الله. وفي صبيحة اليوم الثاني رد الشيخ القاضي إبراهيم السنوسي بخيت مدني على مجموعة من الأسئلة التي تقدم بها المجتمعين من سكان المنطقة. حرجا مما قضيت يسلم تسليما. وقال أيضا وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال أيضا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون إن ربنا إلا أحسان وتوفيق فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن المؤمن المسلم إذا دعي إلى الشريعة الإسلامية وقال أنا ما ماشي هذا يعد عاصي إلا اللهم إذا كان قال لا 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 أنا أصل ما معترف بالشريعة الإسلامية نهائيا هذا توقف مطلع. تمام. إذا كان قال الشريعة دي والله ما بنلقى فوق أو هو إنسان دول. وغالبا الظلم ما بدور الشريعة الإسلامية لأنه بطريقه من يومها هذا عاصي الله يهدي. وكانت المحطة الأخيرة لوفد رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مدينة مانغو حاضرة ولاية جيرا. وبعد لقاء قصير عقده الوفد مع رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع مانغو الشيخ آدم جرام حمدان، فقد نظم الوفد لقاء مع أعضاء المجلس الفرعي لمدينة مانغو، وهنا وجه لهم رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية العديد من التوجيهات والوصايا. مدينة مانغو بجميع مستوياتكم ومناصبكم ومستوياتكم العلمية ومواقعكم في المسؤولية، كلكم جميعا باسم زملائي الذين يرافقونني في هذه الرحلة نقدم لكم التحية المباركة من عند الله سبحانه وتعالى، وأقدم لكم الشكر الجزيل على هذا الاهتمام منذ البارحة وحتى اليوم. بحمد الله سبحانه وتعالى اجتمعنا وجلسنا هذه الجلسة التي لم يسبق لها اجتماع قبل هذا. حقيقة هذه الجلسة هي الأولى من نوعها، نجلس هذه الجلسة لنتذاكر ونتشاور فيما بيننا. الحقيقة كان زمننا ضيق، لو كان عندنا وقت واسع ممكن نستمع للآراء والإحساس كله، لكن نحن الآن زمننا ضيق وعندنا توجه واحد بس قائمين من أجله ونتحدث فيه،
صوت مجلس ولاية. المجلس مجلس الولاية له فعالية لأنه هو الذي يعني يشرف على جميع المجالس التابعة له سواء كان في المحافظات أو في المراكز. وعليه فإنتم مهمتكم كبيرة والمسؤولية التي تقع على أعناقكم كبيرة جدا، ولا بد من أن تستشعروا هذه المسؤولية، مسؤولية نحو المجتمع، مسؤولية نحو الوطن. الإنسان مهما يكن من شيء، الكليات الخمس المقدرة لكل إنسان هو يطلب الحفظ فيها، وحفظها يكون على الإنسان الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في قيادة المجتمع. هذه الأشياء اللي هو الدين والنفس والعقل والمال والعرض، هذه الأشياء كلها حق لأي فرد من أفراد المجتمع، وهو يطلب حمايتها تكون محمية. الذي يحميها هو الحاكم والعالم، هم دول يتكاتفوا من أجل أن يحموا هذه الكليات للمجتمع. في هذه الحالة لو كان الإنسان هو بيتكفل برسالة وهو يشعر بأن هناك رسالة لا بد من أن يؤديها، والمجتمع كله هو مكلف بهذه الرسالة، لكن هناك أناس ربنا سبحانه وتعالى من عليهم أعطاهم السلطة أولا، وهناك نوع آخر ربنا سبحانه وتعالى أعطاه العلم والبصيرة والمعرفة، هؤلاء هم رسالتهم أكبر وأقوى، وهو الذي يتمثل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. اللي هو أشار إلى الدرجات الثلاثة، إلى الحاكم وإلى العالم وإلى الإنسان العادي، الإنسان العامي. الإنسان العامي إنكاره للمنكر بقلبه، أي بقلبه ينكر هذا المنكر، والإنسان العالم ينكر هذا المنكر بلسانه، يحدد الداء ثم يفصل الدواء، ويأتي الحاكم لينفذ. هذا هو الشيء الذي ينبغي أن يكون ويسود على كل شيء. إذن أنتم اليوم قادة هذا المجتمع وفي هذه المنطقة، قادة دينيين، والرسالة عليكم كبيرة. الاهتمام الإنسان الأول، اهتمامكم الأول ينبغي أن يكون أولا حماية الدين. الشيء الآخر قتل النفس الذي تفشى في هذا الوقت بالذات بدون أن نعرف السبب، ما هو السبب الذي أدى إلى هذه الحالة. قتل النفس بين المسلمين، مسلمين هنا يقولوا لا إله إلا الله، هنا يقولوا لا إله إلا الله، وبيتقاتلوا. لماذا يتقاتلون؟ وما هو الواجب علينا كرجال دين؟ واجب علينا شنو عشان نقوم به؟ ما كان الواجب نفكر ونجتمع، وبعد ذلك نعمل الشيء الذي ينبغي أن نعمله، لأننا نحن رعاة، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذن هذه الحالة تجعل لنا شعورنا لا بد من أن نشعر في غرارة أنفسنا، لا بد من أن نزيل هذا المنكر الذي وقع بين المجتمع. يقدم عليك شكر الجميع شكري بكل ما قدمتموه من عمل الإسلام،
وتقدموه. هذا شكرنا إليك بعد الله سبحانه وتعالى. ولذا نرجو منك جميع في كل وقت والأوان أن تتفقدوا أحوال إخوان المسلمين وتصلوا شمل الإسلام في قلوبهم. ونحن الآن لن تلبي كل الزمن في مدينة مونغو وفي غرف صفة عامة، لأن هذه هي التي تقوم بشؤون إدارة الولاية، وأنتم تقومون بشؤون إدارة الدولة بالنسبة للمسلمين. نسأل الله لنا لكم توفيق وسداد الأقوال والأفعال، أن يعيدنا نرجو ونعيد ونلحق الذين سبقونا في هذا الأمر نتابعه، وأن يرجوكم بالعافية والسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وتجدر الإشارة إلى أن جولة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى هذه المناطق كانت مثمرة النتائج ولاقت ترحيبا من قبل القادة الدينيين والشيوخ التقليديين والإداريين بالمنطقة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله.